يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم حلقة مهمة قوي قوي، هنتكلم فيها في بعض الأمور اللي بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي بداية، وكمان بعض التفاصيل اللي بتتعلق بالجوانب المختلفة سواء محليا أو عالميا. وكمان عندنا رد مهم جدا على كلام ممكن يكون بيتقال عن النادي الأهلي على مدار الساعات السابقة تحديدا، دي هتكون جزئية مهمة في حلقة النهاردة. كمان مهم قوي تواصل حضراتكم معانا كما هو المعتاد من خلال سؤال حلقة اليوم. سؤال الحلقة بيتعلق برأي حضرتك في التحكيم وتقنية الفار وأدائهم هذا الموسم. هناخد تفاعل حضراتكم معانا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وفي الجزء الأخير هنشوف رأي حضراتكم إيه في التحكيم والفار، لأن الوضع بصراحة بقى غريب جدا في بداية هذا الموسم. بالتالي خلينا نشوف أهم وأبرز عناوين الحلقة. يلا في ترند الأهلي، مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادا لسونيديب. كمان في ترند الأهلي، بواليا قميص الأهلي مسؤولية كبيرة. أما في الترند العالمي، ريال مدريد يستعد لضم صلاح في الصيف. ماتشات اليوم في مختلف الدوريات، في عدد من الماتشات المهمة في الحقيقة. كان يبتدي بالدوري المصري، مباراة وحيدة النهاردة في الدوري المصري ما بين مصر المقصة والإسماعيلي الساعة 7:30، ودي مباراة مهمة جدا للفرقتين، لأن الفرقتين يعني مش بيقدموا المستوى المطلوب حتى الآن. الإسماعيلي منتشي بانتصار أخير وأول ليه في بطولة الدوري الجولة السابقة، ومصر المقصة برضو مستوى متذبذب، فهتبقى مباراة فيها ندية وقوة كبيرة جدا. نتمنى التوفيق للفرقتين. مباريات الدوري الانجليزي النهارده، نيوكاسل بيلعب في هذه اللحظات مباراه ابتدت الساعه 5 مع ليستر سيتي، ايضا مباراه مهمه. تشيلسي ومانشستر سيتي قمه الجوله رقم 17 في الدوري الانجليزي النهارده هتكون الساعه 6:30 مساء، بعد ساعه ونص من دلوقتي. اما الدوري الاسباني ففي عدد من المباريات، اتلتيك بلباو مع اليتشي، مباراه انتهت بنتيجه 1-0 لاتلتيك بلباو. ديبورتيفو الافيز مع اتلتيكو مدريد كمان ربع ساعه. إبار مع غرناطة الساعة 7:30، ريال سوسيداد مع أوساسونا في نفس التوقيت، وهويسكا مع برشلونة الساعة 10. تبدو مباراة سهلة لبرشلونة، لكن في ظل المستوى السيء من برشلونة هذا الموسم ممكن تكون المباراة صعبة. مباريات الدوري الإيطالي، إنتر مع كروتوني، دي مباراة انتهت 6-2، نتيجة كبيرة جدا للإنتر ماشيين بشكل جيد في بطولة الدوري. أتلانتا مع ساسولو، مباراة بتتلعب دلوقتي، 2-0 تقدم أتلانتا. كالياري مع نابولي، برضو مباراة بتتلعب في هذه اللحظات، نابولي متقدم 1-0. فيورنتينا متعادل مع بلونيا، تعادل سلبي حتى الآن. وجينوا مع لاتسيو، 1-0 للاتسيو، برضو من ضمن المباريات المهمة. بارما كمان مع تورينو، 1-0 لتورينو. وروما مع سامبدوريا لسه تعادل سلبي، وسبيزيا مع هيلاس فيرونا ايضا لسه تعادل سلبي. لكن الساعه 7 في مباراه ما بين بينفينتو مع ميلان، ويوفنتوس مع اودينيزي الساعه 10:15. دي ابرز واهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالميه. لكن بعد الفاصل كلام مهم جدا جدا هنتكلم فيه وهنوضحه، وهنرد كمان على بعض التساؤلات الهمة اللي تساءلها البعض على مدار الساعات السابقة. استنونا بعد الفاصل. امبارح الكابتن خالد الغندور مذيع ومقدم البرامج في قناة نادي الزمالك اتكلم في حلقة عن ثلاث حاجات. أول حاجة مباراة الزمالك وإنبي، وده أمر طبيعي بس اتكلم عنه في قد إيه؟ في دقيقة. تاني حاجة اتكلم عن فرجاني ساسي، ان هو عايز فرجاني ساسي يقعد، وبعض الامور بقى انتوا عارفين طبعا بعض المشاكل اللي ممكن يكون بيمر بيها نادي الزمالك، نتمنى له التوفيق في حلها يعني. لكن في كل الاحوال اتكلم عن فرجاني تقريبا حوالي ايه، ربع ساعه ثلث ساعه ممكن تقريبا يعني. بقيه الحلقه بقى الثالث حاجه اتكلم فيها بقيه الحلقه النادي الاهلي، بس هو ما بيهداش غير لو كل يوم في حلقاته لازم يجيب اسم النادي الاهلي في جملة مفيدة، وكل كلامه عن النادي الأهلي بالسلب، وده أمر يعني المفروض إن هو مش طبيعي، لكن طبقا لثقافته وعقليته هو ورؤيته هو وتحترم يعني، شايف إن ده طبيعي. بالتالي في جزئية مهمة جدا هو قالها ضمن كلامه اللي كان واخد
اكتر من نص الحلقه امبارح عن النادي الاهلي، وانا عرفت الكلام ده بالصدفه وانا بقلب في الاخبار كده في احد المواقع. يا ريت يا جماعه تعرضوا لي الكلام اللي قاله في احد المواقع، وهو بيتكلم عن زي ما حضراتكم شايفين كده، بيقول ايه؟ هناك عروض خليجيه لزيزو وشيكابالا وساسي والونش ومحمود علاء، وكمان سانت اتيان يريد مصطفى محمد. العروض تنهال على لاعبي الزمالك من الانديه الخارجيه، بالرغم من ان الاهلي هو الذي حصل على الثلاثيه. حلو قوي. ده تساؤل واستغراب من الكابتن خالد الغندور، رغم ان انا مش عارف ايه لازمته ان هو يتكلم في حته زي دي. لكن انا عايز ارد عليه في التساؤل ده. اول حاجه، الاهلي واخد الثلاثيه؟ اه طبعا الحمد لله الاهلي واخد الثلاثيه، ما شاء الله لا قوه الا بالله على النادي الاهلي، منظومه كامله ممتازه، سواء من حيث الاداره او من حيث الجوانب الفنيه وفرق الرياضيه في النادي. حلو حلو. هل الامر الثلاثيه ده حاجه جديده على النادي الاهلي؟ لا مش حاجه جديده، عادي يعني بالنسبه للنادي الاهلي ده حاجه عاديه بتفرحنا قوي طبعا وحاجه ممتازه. لكن في نفس الوقت الرد على التساؤل بتاعه زي ما انا هقول لحضراتكم دلوقتي، انا واحد بلعب في النادي الاهلي، انا دلوقتي مثلا لعيب في النادي الاهلي، بلعب فين؟ في اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط. هفكر ليه امشي من النادي الاهلي؟ ايه اللي هيخليني افكر ان امشي من النادي الاهلي؟ ادي رقم واحد. طيب رقم اتنين، ورقم اتنين دي خلي بالك منها قوي يا كابتن خالد، حط تحتيها 100 خط، لا 100 خط ايه؟ مليون خط. ايه بقى هي؟ ان انا كلاعب في النادي الاهلي باخد حقوقي الماديه في وقتها، في وقتها، مفيش جنيه متاخر على اي لعيب، ما بتحصلش في الاهلي، ما بتحصلش حتى في ظل الازمات، ومفيش ازمه اكبر من ازمه كورونا. في لعيب في الاهلي اتاخر عليه فلوس؟ في لعيب في الاهلي مالوش فلوس؟ بياخد فلوسه في مواعيدها. حلو حلو. حد يقدر ينكر كده؟ لا طبعا محدش يقدر ينكر كده خالص. ادي رقم اتنين. رقم ثلاثة، انا مثلا برضو لعيب في النادي الاهلي وعندي وكيل لاعبين، فوكيل اللاعبين ده بيبقى عايز مصلحتي دايما، يعني الراجل بيفكر في مصلحتي. انا ابص على اللعيب بتاعي كوكيل لاعبين، اشوف الراجل ده مبسوط ولا مش مبسوط، الدنيا بالنسبه له ماشيه عامله ازاي مع الفرقه. فانا كوكيل لاعبين لما اجي ابص كده على اللعيب بتاعي في النادي الاهلي هقول الله، ده لعيب بيلعب في اكبر نادي في افريقيا في الشرق الاوسط، بالاضافه لكده لعيب بياخد مستحقاته الماديه في وقتها، والعقود في النادي الاهلي ممتازه. طب انا ليه، والراجل مبسوط، الراجل بتاعي مبسوط، طب انا ليه هحاول اسوقه؟ ليه هحاول اسوقه؟ ده التفكير ده 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 الناس بتفكر كده كوكيل لعيب وكلاعب في النادي الاهلي. فانا مبسوط كده، انا مرتاح كده، همشي ليه؟ من هنا، من هنا بقى للاسباب اللي انا قلتها لك دي دلوقتي، طبيعي قوي ان الاهلي ما يجلوش عروض لبعض اللاعبين، رغم ان العروض اللي ممكن تكون جايه للبعض من لاعبي نادي الزمالك ولهم كامل الاحترام والتقدير، ممكن تكون بعضها عروض شفويه. الاهلي ما بيتكلمش في حاجات شفويه، ممكن يكون جاي لعيبه الاهلي عروض شفويه، لما بيكون في عرض رسمي الاهلي بيدرسه وبيشوف مصلحه النادي ومصلحه اللاعب. لكن الحمد لله، الحمد لله الامور في النادي الاهلي مستقره. فده رد على التساؤل بتاع الكابتن خالد الغندور اللي ملوش اي لازمه، التساؤل ملوش اي لازمه ان هو يساله في الحقيقه يعني. وانا كلامي لجمهور نادي الزمالك اللي باكن ليه كامل الاحترام والتقدير، بلاش تربطه ما بين كلامنا احنا وردنا على الكابتن خالد الغندور اللي دايما بيبقى عايز يعمل فتنه ما بين الجمهورين، وتقديرنا الكامل واحترامنا لحضراتكم كجمهور كبير لنادي الزمالك وككيان كبير هو كيان نادي الزمالك، دي حاجه وخالد الغندور حاجه تانية. نادي الزمالك بكيانه بنجومه باساطيره حاجه، وخالد الغندور حاجه تانية. نادي الزمالك على دماغنا، ما نقدرش ان احنا نقول فيه حاجه وحشه خالص، لكن الراجل اللي بيقعد يتطرق للنادي الاهلي ويحاول يسيء للنادي الاهلي بشكل او باخر، لا بعد اذن حضراتكم احنا هنرد عليه، لان احنا في حلقه من الاسبوع اللي فات تقريبا، مش فاكر الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله، اتكلمنا عنه من غير ما نجيب اسمه،
وقلنا خلاص بقى يعني مش هنجيب اسمك، يا ريت ان انت تخليك في ناديك وتلتزم بكيفيه مسانده ناديك، وده حقك كاملا يعني، ما حدش يقدر يقول لك تلت التلاته كام فيه، لكن ما تتطرقش للنادي الاهلي، مالكش دعوه انت بالنادي الاهلي، انت مالك تاني اقول لك انت مالك بالنادي الاهلي. ففي الحقيقه امر غريب جدا، لكن في كل الاحوال دي الجزئيه اللي اتكلم فيها، وجزئيه اخرى بيتكلم فيها بتاعت ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما تعاقبش بعد اعتراضه في مباراه وادي دجله بشكل غير لائق، وانا مش عارف فين الشكل غير لائق ده يعني. الراجل بيعترض زي اي حد بيعترض عادي بتحصل. وحسين الشحات ما يتعاقبش ليه بقى؟ اصل مراقب المباراه اهلاوي. مراقب المباراه اهلاوي. فعشان كده ما تعاقبوش. طب يا كابتن خالد بص ماتش الزمالك امبارح مع انبي، ده انبي ليه ضربتين جزاء يعني، بص يعني مش عارف اقول لك ده. النهارده انا قريت خبر في المواقع، ما اعرفش الخبر ده رسمي ولا لا يا جماعه، اللي بيقول لك اتحاد الكره يستبعد حكم الفيديو في لقاء الزمالك وانبي من اداره مباريات الدوري. ليه؟ عشان في ضربتين جزاء ما حدش يختلف عليهم ما اتحسبوش لانبي في مباراه امبارح بتاعت الزمالك اللي فاز فيها الزمالك 2-1. طب انت بتتكلم في ايه؟ ورغم كده كمان اول امبارح الاهلي ليه ضربه جزاء يعني مش عارف، اكيد الحكم ندمان اهي. يا سلام عليك يا بيبو، يا سلام عليك، اللي هي دي مش الاهلي هو ليه ضربه جزاء؟ وبالمناسبه الكلام ده مرتبط بسؤال الحلقه النهارده، انا مستني تفاعل حضراتكم معانا، ومرتبط بقضية مهمة جدا، وهو ايه اللي حصل في الفار وايه اللي حصل في اداء التحكيم يا جماعة السنة دي؟ ها في توجه معين زي ما قلت لكم امبارح قولوا لنا علشان نبقى عاملين حسابنا، ناخد بقى ماتشات الدوري ايه، نستعد من خلالها لكأس العالم، نستعد من خلالها لأفريقيا، نستعد من خلالها لمختلف البطولات. فدي ايضا من ضمن الجزئيات المهمة. فما تشوف انت مشاكلك وشوف مشاكل نادي الزمالك. على فكرة بالمناسبة انا يعني عايز افتكر تصريح لامير توفيق من كام يوم في احد المداخلات التلفزيونيه، قال لك احنا كالنادي الاهلي بنساعد نادي الزمالك على الخروج من ازمات، ومحدش ابدا يتمنى ان نادي الزمالك يكون في ازمات، او محدش يتمنى ان نادي الزمالك يكون عنده مشاكل كتير. لكن انا بصراحه عاذر الكابتن خالد غندور. ليه بقى؟ قول لي ليه؟ هقول لك ليه. كابتن خالد غندور بقى عنده مساحه من الوقت في برنامجه، بقى عنده مساحه من الوقت. لو تفتكروا كده من كام شهر كان الكابتن خالد غندور ما بيلحقش يتكلم. ليه؟ علشان كان في مداخله، المداخله اياها اللي انتوا عارفينها كانت بتبقى الرينج بتاعها من ساعه وربع لساعه ونص، فواخد اكتر من نص الحلقه، وهو كان بس. فبالتالي لما المداخله دي ما بقتش موجوده خلاص تمام، فبقى عنده وقت. طب انا اضيع وقتي في ايه؟ اقعد اتكلم عن النادي الاهلي. لانه عارف كويس جدا لما بجيب اسم النادي الاهلي في جمله مفيده، المشاهده نسب المشاهده تبقى اعلى، الناس هتهتم اكتر، الناس هتجيب اسمي اكتر، المواقع هتذكر زي ما حضراتكم شفتوا كده السكرين شوت اللي انا بعته لكم او اللي انا وريته لكم دلوقتي. هشوف كده ان هتلاقي اخباري وكلامي عن النادي الاهلي كله في المواقع. فبصيط نفسي ازاي؟ من خلال ان انا اتكلم عن النادي الاهلي. فالراجل معذور في الحقيقه ان هو خلاص بقى عنده مساحه من الوقت عشان يتكلم على الاهلي بعد ما المداخلة خلصت، ما بقتش موجودة. فدي جزئية مهمة أوي. لكن في نفس الوقت أنا عايز أفكر كابتن خالد بحاجة قبل ما أطلع الفاصل، وأستعيد تصريح لي قبل كده لما قال لك جمهور النادي الأهلي نجح لي مباراة اعتزالي. النادي الأهلي يشكر إن هو شارك ونجح مهرجان اعتزال كابتن خالد غندور. وكابتن خالد غندور قال جمهور الاهلي ليه فضل كبير قوي عليا، لان كان جمهور الاهلي اكتر من جمهور الزمالك في المباراه دي. طب يا راجل حتى خليك يعني منطقي حتى في الكلام اللي انت بتتكلم فيه بقى، عشان بتكلم مباراه الاعتزال دلوقتي بقى، انا بتكلم على ايه؟ كلامك دلوقتي اعمل حساب للجميل اللي عمله معاك جمهور النادي الاهلي في مباراه اعتزالك. حاجات كلها كده خد بالك منها، افتكرها بس مش اكتر. فده امر من ضمن الامور المهمه جدا في الحقيقه، وده كان ردنا على الكابتن خالد غندور، لان الكابتن خالد غندور تمادى فيها، واحنا كنا قبل كده قلنا ان احنا مش عايزين نتكلم في الجزئيه دي ومش عايزين نجيب اسمه، لكن هو اضطرنا لكده. وانا في الحقيقه عندي يعني حاجه كده انا لازم اكون مهتم بيها، وهي رسائل جمهور النادي الاهلي ما ينفعش اتجاهلها اطلاقا يعني.
فاحنا على مدار ال 24 ساعه اللي فاتوا كده او اقل كمان 24 ساعه رسائل كتير جدا بتوصلنا لنا احنا وفريق الاعداد، انا وفريق الاعداد، بخصوص ان هم زعلانين من كلام خالد الغندور الدائم عن النادي الاهلي. وانا ما اقدرش ارفض لجمهور النادي الاهلي ده، ما اقدرش ارفض طلب الجمهور، ما ينفعش. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. حاجه اخيره بس للكابتن خالد الغندور عشان خاطري بس، معلش حاجه اخيره يعني. وهو والله والله العظيم ما يستحق ان احنا نتكلم عنه وناخد وقت كبير زي ده، كامل التقدير واحترام لشخصه ما نقدرش نتكلم في كده، لكن لارائه يعني ما تستحقش ان احنا نرد عليها. لكن في كل الاحوال الزمالك، ودي معلومه ممكن يكون ناس كتير جدا عارفينها يعني، عليه لاتحاد الكوره ديون، لاتحاد الكوره تمام 30 مليون جنيه، اللي هي نسب ايه؟ العقود، نسب عقود الزمالك مع لاعبيه. انت لما بتيجي كده خلاص توثق العقد في اتحاد الكوره تدفع نسبه لاتحاد الكوره، النسب دي ما بتدفعش، فالزمالك عليه 30 مليون جنيه لاتحاد الكوره. طب ما تتكلم في حاجه زي كده يا كابتن خالد، سيب الاهلي واتكلم في حاجه زي كده، حل مشاكلك، حل مشاكل ناديك الكبير، ويعني اللي ليه كل الاحترام والتقدير. اصل يا جماعه كلنا عندنا قرايبنا اهلاويه واهالينا زملكاويه، وفي اهلاويه وزملكاويه واصحابي وناس كتير جدا زملكاويه، عادي بنحترمهم كلهم، لكن لازم دايما يعني حاول ان انت تقف ورا ناديك وتسنده اكتر ما تتكلم عن النادي الاهلي. انا بقى نفسي حلقه واحده بس ما تسمعش فيها كلمه الاهلي، حلقه واحده بس عشان خاطر ما تسمعش فيها كلمه الاهلي. فدي جزئيه مهمه. تعالوا بقى ايه نشوف اخبار الاهلي، لان اخبار الاهلي النهارده مهمه جدا، والاهلي بيستعد طبعا لمباراه سونيديب بطل النيجر في اياب دور ال 32 بطوله دوري ابطال افريقيا للاهلي بطلها واللي توج بها على حساب نادي الزمالك. فبالتالي الاهلي النهارده كان مفترض هيكون في تدريب، لكن مستر بيتسو موسيماني قرر ان يلغي التدريب ويكتفوا بالمسحه. الاهلي النهارده اجرى مسحه طبيه، وهي المسحه الخاصه بالبطوله، بطوله دوري ابطال افريقيا، او الخاصه تحديدا بالمباراه المقبله، عشان يتم الاطمئنان على جميع عناصر الفريق سواء جهاز فني او لاعبين. دي طبعا لقطات من المسحه بتاعه النهارده، نتيجتها تطلع بالليل او بكره باذن الله تعالى، ونعرف مين المتاح في المباراه اللي جايه امام سونيديب ان شاء الله. نتمنى يعني ان لاعبي النادي الاهلي المصابين بكورونا يتعافوا، ونتمنى للمتعافين ان ما يجي لهمش الاصابه بكورونا. لسه الرسمي ما طلعش بخصوص كهربا وقفشه، برضو قفشه خلاص هو كان اعلن ان هو سلبي، لكن برضو احنا بننتظر دايما الرسمي، لان في مسحه اتعملت لكل النهارده، فهنشوف نتائجها ايه. والتر بواليا نجم النادي الاهلي الجديد واحد ابرز صفقات النادي الاهلي في الحقيقه، مهاجم يعني النادي كان بينتظره ونجح في التعاقد معاه. والتر بواليا النهارده زي ما حضراتكم شايفين كده اول ظهور ليه في استاد مختار التتش. انا عارف انه دايما بيبقى شعور مختلف وشعور يحملك مسؤوليه كبيره جدا تجاه الفانيلا اللي انت هترتديها. طبعا ده بالنسبه لوالتر بواليا، مبشر جدا، اهدافه مع الجونه ممتازه، احرز عدد من الاهداف وافر، فده امر جيد جدا. حسام الزناتي اللي بجواره المدير الرياضي للجونه متواجد لانهاء بعض الاجراءات مع والتر بواليا، بالاضافه طبعا لتواجد كل اعضاء الجهاز الفني واللاعبين اللي كانوا متواجدين عشان المسحه الطبيه النهارده. لكن في كل الاحوال احنا بنتمنى له كل التوفيق. بالمناسبه دي لقطات طبعا ترحيب بوالتر بواليا وامير توفيق كمان مدير التعاقدات في النادي الاهلي اللي نجح في انهاء هذه الصفقه، فبالتالي هيلاقي كل الترحيب وهينسجم سريعا باذن الله مع الفرقه، ودي سمه اساسيه موجوده في النادي الاهلي. الاهم بقى اللي ناقص بس عند والتر بواليا ان هو يكون قد المسؤوليه باذن الله تعالى، احنا واثقين فيه، اللعيب جيد جدا ومبشر جدا، وان شاء الله باذن الله يدي الاضافه المنتظره للنادي الاهلي. بالمناسبه كمان هو والتر بواليا هو كمان عمل مسحه طبيه النهارده مع بقيه اللاعبين علشان بيتم تجهيزه لانهي مباراه بقى، لمباراه سيراميكا كليوباترا يوم الجمعه اللي جايه. طبعا هو مش هيشارك في مباراه سونيديب لان دي الدور الاول، فهو يعني تم قيده بعد القائمه الاولى ما اتبعتت الفتره اللي فاتت بعد الانتقالات اللي فاتت. يعني لقطات من الاهداف بتاعته في مختلف الفرق اللي لعب فيها، فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، لعيب مميز جدا. طيب من ضمن كمان الاخبار هو تعليق من كابتن سيد عبد الحفيظ بعد التعاقد مع والتر بواليا، وبيقول اللاعب الاهلي مسؤوليه كبيره. ده يعني كلام كابتن سيد عبد الحفيظ لوالتر،
وبيقول له انت هتبقى موجود في بيتك وجميع اللاعبين هيكونوا اشقائك وهيساعدوك ان انت تأدي بالشكل المطلوب. دي لقطات من اجتماع او جلسه الكابتن سعيد عبد الحفيظ وامير توفيق مع والتر بواليا لاعب الاهلي الجديد. وقال اللاعب الاهلي مسؤوليه كبيره داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد وان تكون على قدر ثقه النادي والجماهير، خاصه ان الاهلي له مكانته المرموقه في مصر والوطن العربي وافريقيا. ده كلام الكابتن سيد. قال كمان ان الاهلي يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يسمح او لا يسمح بالخروج عنه في اطار علاقه محترمه تربط الجميع. والتر بواليا كان ليه برضو بعض التعليقات وبعض التصريحات المهمه جدا ابرزها، يعني قال قادر على مواجهه الضغوط واللعب تحت قياده موسيماني امر رائع، قميص الاهلي مسؤوليه كبيره وانتظر دعم الجماهير، تلقيت الكثير من العروض داخليا وخارجيا لكني فضلت الاهلي، مفاوضات انتهت بسرعه وبيشكر نادي الجونه، علاقتي ممتازه مع لاعبي النادي الاهلي وانا اعتقد يعني هو اقرب ليه احمد ياسر ريان واكرم توفيق بشكل كبير. وبيقول يعني ان مسيرته بدات كظهير ايسر وكنت اتابع الاهلي من زامبيا. طيب خلينا نشوف يعني ابرز التصريحات الخاصه بولتر بواليا بعد اول زياره ليه واول تواجد ليه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا في استاد مختار التتش. نشوف تصريحاته ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. يلا ترند الاهلي نشوف فيه ايه الاخبار وايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في السوشيال ميديا. نبتدي بحساب في الجول على فيسبوك واللي بيقول الاهلي يرحب بمهاجمه الجديد، واحنا هنرد لحضراتكم كل اللقطات اللي بتتعلق بوالتر بواليا داخل تيتش النهارده، نتمنى له كل التوفيق. لكن احنا لسه مع والتر بواليا كمان من حساب جول مصر على تويتر واللي بيقول القائد محمد الشناوي اول المرحبين بوالتر بواليا داخل الاهلي. وفي الحقيقه الشناوي قائد بمعنى الكلمه، يعني الراجل بيقدر يساعد زملائه وبيقوم بدوره كقائد الفريق بشكل مميز. لكن تعالوا نروح للاهرام وحسابهم على تويتر واللي بيقول الاهلي يستعيد قفشه وكهرباء قبل مواجهه سوني ديب بطل النايجر، ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين، هنطمن بشكل اكبر وبشكل رسمي من خلال مساحات النهارده اللي اتعملت تطلع بكره، لكن في كل الاحوال اكيد هيكونوا اضافه للنادي الاهلي بالاضافه كمان لطاهر محمد طاهر. وده اللي معانا في الخبر اللي جاي من خلال الوطن سبورت وحسابهم على تويتر واللي بيقولوا الاهلي يستعيد مثلث الرعب قبل مواجهه بطل النايجر في دوري ابطال افريقيا اللي هم قفشه وكهرباء وطاهر محمد طاهر، وفي الحقيقه ثلاثي مميز جدا. لكن خلينا نروح كمان لخبر اخر و ده من بطولات وحسابهم على تويتر واللي بيقولوا بيتسو موسيماني طلب قطع إعارة عمار حمدي من الاتحاد السكندري في يناير الجاري والعودة للفريق للحاجة لجهوده. طيب أنا هنا بتكلم في الإطار الرسمي وبالشكل الرسمي، حتى الآن مفيش أي طلب طلع من النادي الأهلي بشكل رسمي في القصة دي، لو في حاجة رسمية أكيد قناة الأهلي هتقول لحضراتكم عليها. لكن طبعا عمار نجم كبير ولاعب مميز جدا وهو معار الاتحاد السكندري وأكيد الأهلي بيحترم عقوده في كل الأحوال مع مختلف الأندية، مفيش أي مشكلة. لكن هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية بشكل رسمي. خلينا كمان نروح لخبر آخر من يلا كورة وهنا بيتكلموا على استعدادات الأهلي لكأس العالم للأندية اللي هتنطلق من يوم 1 ليوم 11 فبراير القادم بإذن الله تعالى واللي بيشارك فيها بطل أفريقيا النادي الأهلي. الأهلي يستعد ولائحه مونديال الانديه بشان القائمه وموعد الوصول. خليني سريعا اقول لحضراتكم ابرز بنود لائحه كاس العالم للانديه. الفيفا خاطبت النادي الاهلي ده طبقا لموقع يلا كوره وبيتكلموا على ان لازم بحد اقصى تكون بعت القائمه الاولى للفريق او اللاعبين اللي هيشاركوا في كاس العالم للانديه يوم 6 يناير. كمان الاهلي لسه ما حددش طبعا ميعاد الوصول للدوحه، طبعا بطوله في قطر فلسه ما حددش ميعاد الوصول. خليني كمان اقول لحضراتكم ان من المقرر ان الاهلي يلعب اول مباراه ليه في كاس العالم احد ايام 2 أو 3، ده هيكون طبقا للقرعه. القرعه هتتعمل امتى؟ هتتعمل يوم 19 يناير. حلو حلو. وفقا كمان للوائح يجب على كل نادي مشارك تقديم قائمه مؤقته عبر الانترنت بما لا يقل عن من 24 ل 35 لعيب منهم 4 حراس مرمى. من ال 24 ل 35 يعني سي مثلا الاهلي بعت 35 لعيب في الاخر هيدفع هيبعت ايه القائمه النهائيه مع نهايه هذا الشهر الجاري وهتكون القائمه 23 لاعب. هل الاتحاد الدولي هيعدل ويزود القائمه تحسبا لاصابات كورونا؟ الله اعلم، لسه مش عارف ايه اللي هيحصل في الجزئيه دي. يعني دي تعتبر اهم وابرز البنود في لائحه كاس العالم للانديه. ده كان ترند الاهلي، لكن لسه عندنا ترند عالمي وكمان عندنا تفاعل لحضراتكم. كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا.
الترند العالمي واهم خبرين فيه. بداية محمد صلاح والكلام على ان ده طبعا من خلال حساب في الجول على تويتر، واللي بيقولوا ان النادي الملكي يستعد لضم ملك مصر اللي هو ريال مدريد، وانه بيستعد لضم محمد صلاح في الصيف المقبل. والاقاويل كانت كتير جدا على مدار الفتره اللي فاتت ان صلاح مش مبسوط في ليفربول وفي بعض المشاكل بالنسبه له، فبيفكر في الرحيل سواء ريال مدريد او برشلونه. هنشوف ايه اللي هيحصل في الصيف، نتمنى ان صلاح ياخد القرار اللي يكون افضل ليه، الله اعلم ايه هو، لكن هو ما شاء الله عليه يقدر يدير اموره، عنده وكيل لاعبين مميز جدا يعني. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الصيف، لكن هتبقى حاجه كبيره قوي ان احنا يكون عندنا لعيب بيلعب في ريال مدريد، ده امر هيكون مميز. لكن خلينا سريعا نروح للخبر اللي بعده، تمام، وهو خاص بباريس سان جيرمان واللي اعلنوا في تعاقدهم مع بوكيتينيو طبعا المدير الفني الجديد ليهم بعد رحيل طبعا المدرب السابق توماس توخيل المدرب الالماني. وجايبين صور لبوكيتينو وهو سواء كان مكان لاعب وتعاقد مع باريس سان جيرمان او حتى وهو مدرب وبيتعاقد مع باريس سان جيرمان كمدير فني، بالاضافه لبعض اللقطات ليه واهدافه مع باريس سان جيرمان سابقا. لكن بوكيتينو كانت اخر محطه ليه هي محطه توتنهام، ووصل معاهم لنهائي تشامبيونز ليج وخسر من ليفربول 2-0 بعد ما ادى بطوله في الحقيقه اكثر من رائعه. بالمناسبه بيفكر يجيب ديلي الي من توتنهام اللي مش بيشارك بصفه اساسيه مع جوزيه مورينيو، لكن كان تالق بشكل كبير جدا مع بوكيتينو لما كان ماسك توتنهام. دي ابرز الاخبار العالميه النهارده، لكن سريعا خلينا نروح لمشاركات حضراتكم وقضيه النهارده، رايكم ايه في الفار؟ رايكم ايه في اداء الحكام؟ فده كان تعليق حضراتكم من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي بخلود رمضان اللي قالت على حسب كل مباراه وعلى حسب راي الحكام. ماشي. أسامة علي قال تقنية الفار أصبحت ملغية على المستوى العملي، وكل الحكام قالوا إن الأهلي ليه ضربة جزاء صحيحة وإنبي ليه ضربة جزاء صحيحة، مش واحدة بس اتنين بالمناسبة يا أسامة، وإنذار للاعب إمام عاشور للتهور. يعني موضوع الإنذارات ده يعني برضو دي حاجة تقديرية. هو السؤال هنا يا جماعة، هو الفار فين دوره؟ هل الفار تم تقنين دوره في المباريات ولا إيه؟ عشان نبقى عارفين بس. تعالوا نشوف أحمد الناظر قال إيه. قال يوم ليك ويوم عليك، لابد من محاسبة المخطئ حساب عسير ليكون عبرة لغيره. وإحنا بالمناسبة أنا متفق جدا مع أحمد الناصر، ممكن يبقى في بعض الأخطاء التحكيمية الطبيعية أثناء المباراة، لكن الأخطاء المؤثرة عندنا أوبشن يا جماعة الفار، روحوا له، سواء بقى على الأهلي للأهلي، على الزمالك للزمالك، أيا كان روح للفار عشان نحاول يكون في قدر يعني كبير من العدالة في الكرة المصرية. خلينا نروح لمحمد مهنا، قال ده بعد ولا قبل اللجنة الحالية، اللي أنا شايفه دلوقتي إنه تمام، بس الحكام اللي بتكون ليس على قدر المسؤولية. وفي الحقيقة برضو مش الحكام بس، الحكام بتوع الفار نفسهم اللي في غرفة الفار مش عارف، بينسوا حاجات مثلا أو بينسوا بعض القواعد الخاصة بالفار، مش عارف إيه اللي بيحصل. معاذ حمدي الأزهري قال أداء مش مناسب، ده تعليقه على أداء الحكام، أداء مش مناسب بالمرة، للأسف إحنا طبقنا تقنية الفار لكن بطريقة غير صحيحة، أرجو العدالة من التحكيم. ويقول لك الأهلي بيكسب بالحكام شيء عجيب، فعلا شيء عجيب، والأهلي لو بيكسب الحكام مش هيكسب هذا الكم الكبير من البطولات والثلاثية اللي اتحققت الموسم الماضي. لكن في كل الأحوال دي كانت قضيتنا النهاردة، وده كان رأيكم في القضية دي. كمان دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.